ده مثال حمله الرابط بتاعه اسفل الفيديو. عبارة عن ايه المثال ده؟ بتخش هنا عند فوق عندي ليبل تيبل 1، بتحدد مثلا هنا 10 دول او 10 اسماء: مصر، الجزائر، تونس، المغرب، ليبيا، السعودية، الكويت. كده 7 دول لحد دلوقتي. غلط. كده 8 أو 9 دول: 1 2 3 4 5 6 7 8. 9 فاضل لي 2: اليمن، وأخيرا العرب. مش كده؟ عد تاني كده، ادي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. وليكن 10 اسماء، 10 دول، 10 اي حاجه في خانه التيبل 1 دي. هنا ايه الافاده بقى؟ هنا الافاده اللي هي يديك رقم عشوائي، اسم عشوائي من الايه، من خمس، من 10 دول دول. ادي اول حاجه جاب لك السعوديه. بنخرج نخش تاني، فجاب لك ليبيا. بنخرج وبنيجي تاني، خش تاني، جاب لك المغرب. فهو بيديك نتائج عشوائية عند الفتح أول مرة. فأنت حمل المثال ده وشوف اتعمل ازاي. أنا اللي عامله الصراحة، بس يعني ما حبيتش أشرحه يعني. فأنت انقش الحاجات اللي إيه اللي اتعملت فيه. يعني عبارة عن جدول تيبل وكويري وفورمولا. ده المثال ده تحمله أسفل الفيديو. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.